بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم السبت 27 شوال، موافق 19 أو 20 جون، يوم 20 جون. ماشي، اللي راح نتابع إن شاء الله لحفظ جزء عمه إن شاء الله. يلا أبو أحمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبو بكر قول معي يلا، أعوذ بالله، هذا شوي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم أسرع شوي، سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، اقرأ عادي بدون تلاوة. وأنزلنا من المعصرات، اقرأ عادي عادي، اقرأ عادي. نخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. أسرع شوي، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا كذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما شاء الله، والنازعات بس أسرع، الوتيرة أسرع شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة أي بسرعة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا
مردود في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا إذا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بأسرة فإذا هم فإنما هي زجرة فإذا هم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك فقل ماذا؟ هل لك إلى أن تزكى وقل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأخرج أطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك فتحها أخرج منها جلسة مرعاها أدرك وجلدها أرسى أرسى أيوة متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. حي أبو أحمد وبكر كمان بس بكر عرفته شوي. يلا أبو أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنك تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في أي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقضي ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا
وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة هون فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترقوا قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. جيد شباب، يلا ما شاء الله تبارك الله. يلا التكبير بلكي نعوض امبارح، امبارح لأنه امبارح كثير امبارح عذبتوني، بلكي نتعوض اليوم إن شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس وجدت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. شو ضنين يعني؟ بخيل كل ما كلمة. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقوله وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم ما شاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الانفطار إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأحضرت وأخرت قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فاستقم ما أحكي قرأه مظبوط وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا كلا في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون كلا بل تكذبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين الذي أوضح وأسرع يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونه يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. جيد آخر سورة آخر سورتين يلا أعوذ بالله. ويل للمطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين
وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما أدراك وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون يومئذ لمحجوبون ثم إنهم ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون إن كتاب الأبرار لفي عليين إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك متكئين لا ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك يتنافس المتنافس ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا اليوم عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون آخر سورة أكيد أنتم حافظينها أصلا على أي حال يلا إذا السماء انشقت يلا السماء انشقت وأذنت لربها طيب نعيد الأول يلا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها هذيك أول واحدة السماء أول مرة أذنت يعني شو أذنت يعني أطاعت الله عز وجل وبعدين الأرض أطاعت الله جل. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت خلصنا منها بعدين وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يعني مرة السماء ومرة الأرض ماشي العيد إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك عيدا عيدا هو المقطع هذا إذا السماء انشقت الله السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا
مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل تعرف شو الليل وما وسق يعني شو خبى العتمة متخبي كل شيء والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون جزاكم الله خيرا أفلحكم بس أنا مرة شغلكم وتيرة أسرع القراءة بطلع أسرع عشان خلص بسرعة